أن تكون إشارة الشبكة ضعيفة هذا شيء محبط. في هذه الأيام إسرائيل بدأت في نشر شبكة جديدة من هوائيات الجيل الخامس، سيؤدي ذلك إلى تحسن التغطية والتصفح بشكل كبير. الهوائيات أيضاً تقلل مستوى الإشعاع الذي كنا نتعرض له من هوائيات الجيل القديم. كيف؟ المبدأ هو نفسه تماماً، مثل التحدث بين الناس عندما يكونون قاربين يكون الاتصال هادئاً وواضحاً، لكن كلما ابتعدوا عن بعض كلما اضطروا إلى الصراخ أكثر للتواصل، وهكذا ستتأثر جودة هذه المحادثة. أيضاً هاتفنا والهوائي يقومان بالتواصل مع بعضهما البعض، يتلقون ويرسلون المعلومات والبيانات. لذلك كلما زادت المسافة بين الهوائي والجهاز المحمول كمية الإشعاع أيضاً تزيد أثناء الاتصال. ستكون هوائيات جي 5 أكثر ذكاءً وكفاءة ولها نطاق محدود، وعلى عكس التقنية القديمة التي كانت ترسل إشعاعات بشكل غير محدود، سوف يبثون مباشرة للأجهزة وعند الحاجة فقط، مما يقلل من كمية الإشعاع اللازمة للاتصال، خاصة من الجهاز المحمول الذي يشكل 78% من الإشعاعات المحيطة بنا. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع معيار صارم للإشعاع في إسرائيل يقل 500 مرة عن ذلك الذي حددته منظمة الصحة العالمية. الجيل الخامس، المزيد من السرعة والمعلومات، والإشعاع أقل.